شكرا ميرسي. مستمرين معاك يا كابتن ايمن. علي لطفي واحد من الابطال، واحد من نجوم النادي الاهلي. علي لطفي عنده انكار ذات كبير جدا، مين يلعب مين ما يلعبش، المهم هو هدف الفوز بالبطوله، هدف هو رفع اسم النادي الاهلي عالي جدا. بحييك علي على الفوز وعلى روحك الكبيره جدا، ويا رب ان شاء الله الفتره الجايه تكون كلها انتصارات للنادي. طبعا الحمد لله بحمد ربنا طبعا على البطوله وبعد البطوله ديت، اولا جمهور النادي الاهلي العظيم اللي واقف في ظهرنا دايما. عايز ايه؟ جمهور الاهلي العظيم وطبعا والمؤمن زكريا، ونتمنى له الشفاء ويرجع في اسرع وقت ان شاء الله. طبعا الحمد لله احنا كلنا متعودين اي حد بيلعب في النادي الاهلي اول ما بيخش من باب النادي بيعرف ان النادي هو اللي رقم واحد في كل حاجه، في كل حتى في حاجاتك الشخصيه الاهلي رقم واحد. عايز الميداليه طبعا فيها علي طبعا. فالحمد لله طبعا بحمد ربنا سبحانه وتعالى على هو احنا تعبنا كتير السنين اللي فاتت وتعبنا السنه دي، احنا لعبنا كل الفرق القويه في البطوله والحمد لله كسبناهم. فالحمد لله ربنا كان تعبنا دوت بالبطوله، وبقول للعيبه لعيبه رجاله وكان على قد المسؤوليه والحمد لله ربنا كان. لا 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 السنه نجم النجوم النادي الاهلي لسه بنتكلم على الروح وبنتكلم على انكار الذات وبنتكلم على انا هقول حاجه واحده بس. اقول جبت جوانت لعبت بيه، في جوانت تالت لعبت بيه، مين راح جابه بقى؟ علي راح جابه من الاوضه عشان تعرف بس الروح اللي بينا عامله ازاي. هي دي الروح يا شناوي. انا عايز ابارك لك الاول، عايز ابارك لك الاول يا شناوي. انا واحد من الناس بقول للشناوي احسن حارس مرمى في افريقيا، مش هادي الكريم او مش هادي حد، لا مش هادي جمهور النادي الاهلي وكل المديرين الفنيين. الدور ده راجع لعلي وراجع لمصطفى شوبير وراجع لاحمد طارق سليمان وراجع لميشيل كمان. اللحظات دي بتمثلك يا شناوي، بتسمع ان الشناوي احسن حارس في افريقيا؟ طبعا بتديني عبء كبير طبعا مع علي مع شوبير، احنا والله كمان مره احنا اخوات. وانا اسال علي ما بنيجي ومصطفى طبعا. تعالى يا جدع اتكلمت والله العظيم، هم عارفين ومتاكدين ان احنا اي حد بيبقى موجود في الملعب بيحمي النادي، اي حد يكون بيحمي النادي. علي لعب ومصطفى لعب، احنا ما ندورش مين يلعب، احنا ندور مين اللي يشيل الفرقه، اهم حاجه الفرقه واهم حاجه النادي. والله العظيم يعني انا بقول لك اللي جاب لي الجوانتي بتاع ميل اوضه علي جري مسافه طويله جدا عشان يملك جوانتي، عشان الجوانتي الثانيه كانت كوره جديده كوره ما بتمسكش، هو راح جاب لك جوانتي. انا بقول لك الروح بينا حلوه جدا، اللعيبه كلها مش احنا بس، اللعيبه كلها، عشان كده ربنا وفقنا النهارده وخدنا البطوله. قول الف مبروك، والف مبروك للجمهور، والف مبروك للناس كلها، وبقول لهم الف الف مبروك للرجاله. مبروك للطبيب. روح كبيره جدا يا علي، والف مبروك، ببارك لك وبارك لمصطفى وبارك لكل جمهور النادي الاهلي. هي دي الروح يا كابتن ايمن. لعيبه النادي الاهلي غير لعيبه النادي الاهلي، عندها زي ما بنقول انكار ذات كبير جدا وعندها حب لكيان النادي الاهلي كبير. قتال لاخر دقيقه، هدف وحيد هو الحصول على لقب بطوله افريقيه، والحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا النهارده البطوله التاسعه في دولاب بطولات النادي الاهلي بالجزيره. يا رب ان شاء الله باذن الله كاس العالم للانديه باذن الله، ان شاء الله باذن الله يبقى لنا شكل كبير وشكل مهم وشكل مؤثر. وطول ما جمهور النادي الاهلي في ظهر مجلس الاداره وفي ظهر لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. طبعا لحظه كبيره جدا ولحظه مهمه جدا، كاس افريقيا حلم كل جمهور النادي الاهلي وحلم ملايين جمهور النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله يا كابتن ايمن نشوف اللحظه دي كل سنه، نشوف لعيبه النادي الاهلي بتحارب على البطوله دي. اما بتشوف الجمهور وبتشوف الاداء وبتشوف التشجيع وبتشوف حماس كبير جدا من الجهاز الفني ومن اللعيبه، اللحظه دي مؤثره جدا. رفع الكاس في اي استاد لحظه مهمه جدا. يا رب ان شاء الله باذن الله الكل يكون انتصارات. كاس افريقيا غالي علينا وغالي على كل جمهور النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن ايمن من جديد، لكن مستمرين معاك مع لقاءات حصريه فقط على شاشه قناه النادي الاهلي، وفرحه لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني بالحصول على البطوله التاسعه في تاريخ دولاب بطولات النادي الاهلي.